بيني وبينك سهاد بدك تطولي بالك شوي على لطفية، لأنه أمها عم تكبر براسها. إيه؟ بعرف فكرك، ما بعرف مين ورا عندها وقلة مروتها. أمها عم تتحشلها براسها إنه هي عروس وما لازم تدقر شي بالبيت، وإنها ما لها خدامة عند بيت حماها. والله يا أم زكي بعرف كل شي بدك تقولي بدون ما تقولي ولا حرف، بس معلش خليها أمها تضل عم تكبر براسها لشوف لأمتى. إيه صحيح ذكرتيني، مسكي امزكي شو هدول عيني؟ مصاري للفقر بدي توزعيهم بمعرفتك، لاني نادره من وقت كانوا اولادي صغار اني اول ما جوز اول ولد طعمي 5 عيال مساكين. لك ربي ربي يجزيكي كل خير يا بنت الاصول. هلا تخبريني بس اطلع من عندي رح امر على هالكم بيت المحتاجين ودق عليهم ووزعهم عليهم نور وايمان. دخلك بدي اسالك، فريال عم تجي لعندي؟ عم تجي لمقوصه وعم تقعد بالان هي وبنتها 2 و3، وبعدين بوشها على باب صاق دغري. ينكر كرارة شو بتضل ناقصه،